Bonjour tout le monde, مرحبا بكم في ما شين يوتيوب. اليوم اون فيديو كويزين وشوفان توجور اللي كطلبوني عليه. دونك كدرت لكم ديك المره دي فوتو في ستوري انستغرام اي سناب شات ديال مي كوكيز وطلبتوا لا ريسيت. دونك اليوم قلت ندير لكم فيديو ونوريكم فيها لا ريسيت ديال مي كوكيز بالشوفان. صحيين سورتو الناس اللي كيديروا السبور وحتى الدراري الصغار حيت كيجيو زوينين وبنان ولذاد. الوصفة سهلة بزاف غادي نحتاجو فيها بنانة لي فروي سيك لي عندكم في الدار شوكولا انا درت شوكولا نوار و شوفان بيان سور دونك نخلطو كاع لي زانغريديون مع بعضياتهم كنحاول البنان انني معسول وكنزيدو لي زانغريديون لوخرين الصفار ما فيها لا سكر لا والو دونك صحيه 100% سي بون. بعد كنوجدو لاطا ديالنا كنديرو فيها بابي كويسون وكناخدو الخلطه اللي درنا كناخدو غير واحد الكويره صغيره كنكوروها في يدينا وكنحطوهم في اللاطا ندخلوهم للفران درجه حراره ديال 200 دوغري وكنبقاو نحضيوهم مره على حسب حنا كيفاش بغيناهم يطيبوا لان كاين اللي عيبغي يكون مقرمل بزاف كاين اللي شويه اي فوالا هما طابو كنخرجوهم من الفران وكنخليهم يبردوا حتى يشدوا في راسهم مزيان اي ابري كنحطوهم مع اتاي ولا القهوه على حساب لو شوا ديالكم تقدروا تاخذوهم في الصباح في العشيه وقت ما بغيتوا في ديكولاسيون انا جو بريفير ناخذهم في الصباح مي كل واحد والذوق ديالو. بصحتكم وراحتكم تلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو لماشين يوتيوب وتابعوني كاع لي ريزو سوسيو ديالي. سلام عليكم.